تواصلنا مستمر بالأشواط المنطلقة والمتتالية في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بالأشواط الرئيسية للبكار محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي مع الوسمية، والشوط الثاني قزوين سعيد بن بطي الشامسي أتى أيضا بنوعية جميلة تسجل 7:41. انطلق هذا الشوط الخاص بالقعدان الإذاعة المحليات الأصايل، مقدمة الشوط مكافح سلطان بن سالم بن راشد الكتبي، بينما المركز الثاني الوسمي ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي يتقدم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث فهو أيضا مبعد سعيد بن مظفر بن محمد العامري، والمركز الرابع مخلاب محمد بن مهنا بن نوبي المحرمي، بينما ننتقل إلى المركز الخامس فيتجاوز أيضا هناك يتجاوز إلى المركز الخامس متقدما جحجاح سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي يأتي أيضا في المركز الخامس. ننتقل إلى المركز السادس، هذا هو أدهم خليفة بن سالم برويس الكتبي يتقدم في المركز السادس، والمركز السابع شاخص يأتي راشد بن علي بن ويصر المنصوري يحتل المركز السابع. المركز الثامن مياس عامر بن مسلم بن علي بن خالد العامري، والمركز التاسع فهو أيضا رعد عبيد بن مبارك بالحول الحارثي يتواجد تاسعا في هذا الانطلاق، وعاشرا يتقدم هملول مبارك بن حمد بن دحروي العامري في المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، هذه الأسماء التي أيضا تنطلق أمام حضراتكم وتتواجد في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق المميز. نعود إلى مقدمة الشوط، أول أشواط القعدان المحليات الأصايل المنطلقة أمام حضراتكم المتواجدة في هذا الإبداع الكبير والانطلاق المثير، لدى وجود نوعيات حضرت وتواجدت وانطلقت وتنافست من أجل تحقيق المركز الأول خلال هذا الانطلاق الأول، ما شاء الله. هنا ننتقل إلى المركز الثاني من خلال هذا الانطلاق، أو في المركز الأول مكافح سلطان بن سالم بن راشد الكتبي، المركز الثاني يأتي مبعد سعيد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري يتقدم في هذه اللحظات مع وجود مبعد واحد الأخطر الأسماء المنطلقة أيضا في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، بينما ننتقل إلى المركز الثالث فيتواجد أيضا مخلاب محمد بن مهنا المحرمي يتقدم بالنوبي. هنا ننتقل إلى المركز الرابع يتقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، والثاني أيضا هو الوسمي ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والانطلاق المثير، وجود المركز الثالث مخلاب محمد بن مهنا بن نوبي المحرمي، بينما يأتي أيضا مبعد سعيد بن مظفر بن محمد العامري يتواجد في هذا الانطلاق، والمركز الخامس أدهم خليفة بن سالم بن رويس الكتبي يأتي خلال هذا الانطلاق بالمركز الخامس، وبقية الأسماء القادمة بقوة التنافس والتحدي من المراكز الخلفية متجهة إلى الأمام من خلال هذا الانطلاق المثير والإبداع الكبير الذي يأتي
بوجود هذه النوعيات المتنافسة لتحقيق ناموس هذا الشوط لانطلاقة هذه الأسماء المتقدمة الباحثة عن الفوز والانتصار بالانطلاق المثير. العودة إلى المقدمة هو أيضا مكافح يأتي ليقود المسار، يأتي لينطلق بالمركز الأول. سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي متقدما في هذه الانطلاقة، متواجدا في هذا الإبداع، عاد مبعد من جديد، كان متقدما في المركز الثاني، تأخر حتى المركز الرابع ويعود من جديد ليختطف الثاني والأول. لسعيد بن مظفر بن محمد العامري متقدما في هذه الانطلاقة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة اللي يباعد ما بينه وما بين القعدان، ولكن مكافح يأتي بكفاحه القوي سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي، بينما الوسمي ثالثا ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي، المركز الرابع مخلاب محمد بن مهنا بن نوبي المحرمي يتقدم لوحة الألف والمئتين، وصل بن بخيت الشامسي مع الأسلاس سالم بن سعيد بن بخيت الشامسي يتقدم في هذه الانطلاقة، يتواجد أيضا في المركز الخامس لوحة الكيلو متى الأخير، مبعد 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 يقود المسار وينطلق بالصدارة. سعيد بن مظفر بن خموشة العامري يأتي على الصدارة العملاق العيناوي ليتقدم بوجود هذا الاسم، بينما مكافح سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي في المركز الثاني، المركز الثالث فهو الوسمي ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي، المركز الرابع مخلاب محمد بن مهنا بن نوبي المحرمي، واسماء لا جديد على المراكز المتقدمة، لا جديد، السبق مع مبعد حتى الآن، الناموس مع مبعد حتى الآن في هذا الانطلاق، في هذا الإبداع. سعيد بن مظفر بن محمد العامري يقود المسار لينطلق بناموس هذا الشوط. الله، تحرك مكافح، تحرك مكافح في المركز الثاني، ولكن مبعد ما عليها يخوف حتى الآن، ما عليها يخوف، هذا مبعد بدأ يباعد من المسافة ما بينه وما بين البقية، منطلقا إلى خط النهاية في الشوط الرئيسي للقعدان المحليات الأصائل الإذاع بشعار سعيد بن مظفر العامري، يأتي منطلقا بناموس هذا الشوط، مبدعا بهذه الانطلاقة، متواجدا على المركز الأول بالعروض الممتازة والعروض الرائعة لانطلاقة هذا الشوط. تهانينا وناموس لسعيد بن مظفر العامري وإخوانه على فوز مبعد في الشوط الرئيسي بلا أي توامر، بدون أي أوامر عصاب الأبطان، لحظة وصول إلى خط النهاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار أولا لمظفر بن محمد بن خموشة العامري. المركز الثاني كان مكافح سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي، المركز الثالث فهو مياس عامر بن مسلم بن علي بن خالد العامري، بينما المركز الرابع أتانا أيضا مضمون محمد بن سعيد بن حمود العباري، وخامسا كان الدخول ما بين اثنين مخلاب لمحمد بن مهنا بن نوبي المحرمي وشاخص لعلي بن راشد بن علي بن ويصر المنصوري. التوقيت 7:48.